السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهارده موضوع جديد من موضوعات الهندسة للصف الثاني الإعدادي، وهو عبارة عن عكس نظرية فيثا وكورسا. قبل ما أبدأ أحب أراجع على كام حاجة إحنا خدناها قبل كده. أنا عارف أنواع المثلث بالنسبة لزواياه ثلاثة، إيه هما؟ إما أن يكون حاد الزوايا أو منفرج الزاوية أو قائم الزاوية. وخدت قبل كده نظرية فيثا وكورسا اللي هي كانت بتتكلم بتقول إيه؟ بتقول لو أنا عندي مثلث قائم الزاوية، مثلث زي كده وليكن ا ب ج، المثلث ده قائم الزاويه، مساحه المربع المنشا على الوتر هتساوي مجموع مساحتي المربعين المنشئين على ضلعي القائمه. الكلام ده انا خدته قبل كده السبت في الصف الاول. معنى الدرس النهارده عكس نظريه فيثاغورس هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو انا عندي مثلث انا ما اعرفش نوعه ايه بالنسبه لزواياه، ولكن لو لقيت مجموع مساحتي المربعين المنشئين على ضلعي في المثلث ده بتساوي مساحه المربع المنشئ على الضلع الثالث ألف، فان الزاويه المقابله للضلع الكبير دوت بتكون قائمه. يعني ايه من الاخر؟ الكلام ده معناه الاول كان بيدينا مثلث قائم الزاويه ويديني ضلعين اثبت له اجيب له انا الضلع الثالث، انما هنا هيديني ثلاث اضلاع واثبت له ان الشكل دوت عباره عن مثلث قائم الزاويه. ازاي؟ هنشوف مثال. بيقول لي في الشكل المقابل دوت عندي ا ب ج د، ده شكل رباعي قال لي قياس زاويه ب ب 90 درجه، وعندي الضلع ا ب ب 9 سم و12 وب ج ب 12 سم ود ج ب 17 سم و ا د ب 8 سم. هو عايز ايه؟ هو عايز مطلوبين. قال لي في البدايه اثبت ان قياس زاويه د ا ج ب 90، يعني عايز اثبت ان دي قائمه. الله، طب النظريه عكس النظريه قال لي ايه؟ عشان اثبت ان دي قائمه لازم يكون مربع الضلع ده هيساوي مربع الضلع ده زي مربع الضلع ده. طب الضلع ده عندي؟ لا. طب في معلومات دي اقدر اجيبها منه؟ قال لي اه، الضلع ده عباره عن وتر في المثلث القائم الزاويه ا ب ج. ايه ده؟ مثلث قائم الزاويه ا ب ج وعندي طول ا ب وطول ب ج، اقدر اجيب طول ا ب من نظريه فيثاغورس. اقول ا ب تربيع هتساوي ا ب تربيع زائد ب ج تربيع هتطلع 225. تمام، 225 ده ايه؟ عباره عن ا ج تربيع. تيجي مربع الضلع ده، والله ال 8 تربيع عباره عن 64، طب والدال ب تربيع عباره عن 289. ايه ده؟ واحنا 25 وصلنا هنا لان عرفنا ان دال ب تربيع هتساوي ا د تربيع زائد ا ج تربيع. ايه ده؟ طب احنا عكس النظريه، يبقى المثلث ده قائم الزاويه، اذا المثلث ده د ا ج قائم الزاويه في ا، وده المطلوب الاولاني. هو عايز ايه تاني؟ هو عايز مساحه الشكل ا ب ج د ا ب ج د. والله مساحه الشكل ده عباره عن مثلثين، يعني انا لو انا عشان اجيب مساحه الشكل دوت عباره عن مساحه المثلث ا ب ج زائد مساحه المثلث د ا ب. طب مساحه المثلث اصلا بتساوي ايه؟ بتساوي نص طول القاعده في الارتفاع، يعني نص مساحه المثلث ده بتساوي نص في 12 في 9. طب مساحه المثلث ده ا ب بنفس القانون نص، بس هنا القاعده هتبقى ايه؟ هتبقى ا ب، يبقى نص ا ج في ا د هتطلع معايا 114 سنتيمتر مربع. نشوف المثال الثاني، بيقول لي ا ب ج د متوازي الاقدار، وعندي ا د بتساوي 20 سم و ا ج ب 9 سم و د ب 12 سم و د ب 15 سم. جميل. هو عايز ايه؟ هو عايز مساحه المتوازي ا ب ج د. طب مساحه المتوازي بتساوي ايه؟ عباره عن طول القاعده في الارتفاع المناظر لها. طب ما هي دي طول القاعده. طب وهي ده ارتفاع مناظر لها؟ والله ما اعرفش. هو عشان ده يكون ارتفاع لازم يكون عمود على القاعده، يعني لازم تكون الزاويه دي ب 90. طب عشان الزاويه دي تكون ب 90 يدينا معلومات اقدر اجيبها؟ قال لي والله الزاويه دي موجوده في المثلث اللي هو د ج ج، ومدينا اطوال اضلاع. طب ما نربع اطوال الاضلاع ده. قال لي والله ده هيدينا لما اجي اربعه هيدينا 225، د ج لما اجي اربعه هيدينا 144، ه ج لما اجي اربعه هتدينا 81. لو جيت جمعت الضلع ده ه تربيع على ه ج تربيع هتدينا د ج تربيع. اذا الزاويه دي عباره عن زاويه قائمه. دي زاويه قائمه، يبقى انا عرفت ان ده ه ده عباره عن ارتفاع ارتفاع متوازي الاضلاع. ارتفاع متوازي الاضلاع، طب ما انا جبت الارتفاع متوازي الاضلاع اللي هو عباره عن 12 اللي هو معطى اصلا، والقاعده 20، مساحه متوازي الاضلاع عباره عن طول القاعده في الارتفاع المتوازي لها 20 في 12 هتدينا 240، وبكده
كده الدرس بتاعنا خلص، والسلام عليكم.